كل الناس بتقول على اسمه وكل الناس المشتركة عندنا وكل الناس زي ما كده قلنا في الاستاذ صلي على النبي وصبعك الجميل اعملنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد ان شاء الله. النهارده رايح مشكله جامده جدا 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 بتعوق ناس ياما في غيه الكلاب. معظم الناس اللي بيبقى معاهم بالذات نتايات بتبقى المشكله دي عندهم، محدش بيعرف اللي هو يجوز، سواء صاحب الكلب او بتيجي ناس تيجي تجوز ما بتعرفش تجوز. انا بحاول انا اوري لك ازاي تعرف تجوز، اوري لك ازاي انت تعرف تشبط، فانا بحاول اللي انا ابسط لك الموضوع عشان ما تجيش تحتاس، لان معظم الناس ما بتعرفش اللي هي تجوز، بتفوت عليك الحيطه تقعد تلات اربع نفسك متضايق ومش عارف تعمل ايه، تيجي الحيطه اللي وراها الكلب مش عارف يتجوز، الكلب بيطلع وما بيعرفش يكارك، الكلب بيكارك بسرعه وبينفخ بره، مشاكل ياما بتعوق الجوازات بالنسبه للناس. فيا ريت يا ريت اللي حابب يتعلم واللي حابب يخدم اصحابه يشير الفيديو دوت وتخش عندي على القناه احمد مايكل باشا مصر لتدريب الكلاب الشرسه. خش وما تبخلش علينا زي ما احنا ما بنبخلش عليك، خش واعمل اشتراك ولايك وشير عشان يجي لك كل جديد، وشير عشان كل اصحابك يستفيدوا من الجوازات وازاي تعرف تجوز كلبك. يلا بينا.